الأشياء الفنية والأشياء اللي تتعلق بالمباراة. نود أن نشكر هيئة مسيرة للشباب السعودي على حسن الاستقبال وعلى حفاوه الاستقبال. نظن أن يحاوضونا في وضع مريح الحمد لله، وهذا من خصال وشيم المملكة العربية السعودية. احنا تنقلنا للمملكة العربية السعودية من أجل تقديم مقابلة اللازمة اللي تليق يعني بسمعة الفريق تاعنا، حتى اللاعبين المسنا فيهم قوة وحابين تكون فيه ردة فعل إيجابية. ما يخفالكمش باللي لعبنا ضد فريق من ناحية تقنية وفريق ممتاز، فريق منظم، فريق يضم نجوم. حاولنا في مدينة بشار أننا نعمل النتيجة اللازمة، لكن يعني فقدان التركيز يعني في 7 دقائق يعني كلفونا نضمن يعني 3 أهداف اللي كنا قادرين نتفاداوها، وكنا قادرين نحصلوا نتيجة أحسن من اللي حصلنا عليها في المقابلة تاع الذهاب. المباراة بكرة تكون مباراة صعبة، مش مباراة سهلة. ومن المباراة الأولى اللي كانت في مدينة بشار، أما الفريق الأسبوعي فريق اللي عنده خبرة، اللي عنده لاعبين الأسبوعي وعنده لاعبين نجوم. احنا حاولنا قدر المستطاع باش نفوزوا بالمباراة في بشار، ودرنا حاولنا باش نعمل قصر جهد باش نحصل على نتيجة إيجابية، ما الحظ ما كانش معنا في مباراة الإياب. الحمد لله إن شاء الله أنا 3 أيام متواجدين في السعودية، إن شاء الله المباراة تاع بكرة هناك لاعبين حضر المباراة كيلزم، إن شاء الله تكون عندنا ردة اعتبار، وإن شاء الله نعمل كل ما عندنا إن شاء الله باش نرجع بنتيجة مرضية إن شاء الله اللي تشرف الفريق تاعنا شركة صورة والربح الجزائرية إن شاء الله. آخر في هذا الدور؟ لا، طبيعة الحال احنا كمدربين او كمدرب يعني قادم يعني عندي حوالي 20 يوم مع الفريق. حاولنا دراسة الخصم الشباب يعني في المقابلة الأولى، والحمد لله يعني قدمنا 60 دقيقة كانت جيدة، خاصة يعني سجلنا فيها هدف وكنا متفوقين، لكن تكلمت على 7 أو 8 دقائق اللي تحولت فيها المباراة. لو نشوفوها يعني هي انهزام ليس تكتيكي، لأنه كان انهزام على إخطاء فردية. حتى هدفين يعني كانت الكرة في بوكس فريق الشباب يعني انقطعت يعني وتحولت إلى هجمات معاكسة. سوء التمركز أيضا اللي عملنا عليه طوال هذا الأسبوع إن شاء الله باش نصحوا الأخطاء تاع تمركز اللاعبين، لكن نظن يعني حتى قوة الشباب يعني وفرديات الممتازة اللي يتمتع بها أيضا صنعت الفارق يعني في هذه اللحظات اللي تكلمنا عليها. ونظن يعني لو ما كانوش فيها الأخطاء الفردية كنا ما نهزموش يعني بنتيجة تاع 3 أهداف، كنا ممكن يكون تعادل، ممكن يكون هدفين لهدف، ممكن أيضا نسجلوا يعني في كرات وتكون النتيجة 2-2، لكن كرة القدم دائما يعني الأخطاء ونحاولوا باش نردوا الاعتبار لنتيجة الذهاب. الانهزام بثلاثة داخل الديار يعني في بعض الأحيان يحدث اهتزازات لدى الفريق، خاصة الفريق مش متعود أنه ينهزم يعني داخل الديار. نظن يعني عملنا من ناحية بسيكولوجية، أيضا المرحلة الانتقالية اللي مر بها الفريق خاصة يعني جلب لاعبين شبان لأول مرة يلعبوا بطولة في مستوى البطولة العربية ضد فرق يعني أحد أعمدة المملكة العربية السعودية فريق الشباب. أنا نظن هي كسب للخبرة. حولنا هذه الاهتزازات او الارتدادات اللي عشناها الايام هذو الى 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 مرحله نحاول نردوا بها الاعتبار. ونظن يعني اللاعبين يعني حاليا راهم فهموا باللي لازم يلعبوا المقابله اللازمه في مقابله الجوده. ايضا تكلمنا معهم كثير على انفراد في مجموعه باش يكونوا ان شاء الله جاهزين من الناحيه الذهنيه، رغم انه الوقت يعني كان قصير، ما الفرق بين المقابله الاولى والمقابله الثانيه حوالي اسبوع. الا ان حاولنا بقدر المستطاع باش ندخلوا اللاعبين يعني في جو المقابله الثانيه بسرعه. اللاعبين واعيين بالمسؤوليه اللي تنتظر فيهم، وان شاء الله باش ندوا مباراه كبيره ان شاء الله، وليش ان شاء الله كل شيء ممكن في كره القدم، ليش لا باش نعرضوا بالتعاون من هنا. المهم نحافظ على الوجه كما يقول الفريق.
المباراة اللي قمنا بها في الجزائر. لا انا عمري ما تكلمت عن النتيجه العريضه، انا عارف قيمه فريق الشباب لانه فريق يحسن لعب الكره القصيره، يحسن الاستحواذ على الكره، وشفنا يعني في المقابلات تاع الدوري السعودي، وان يعني كل مباريات نتاعو يعني كان يسيطر عليها بالطول وبالعرض من ناحيه الاستحواذ، من ناحيه عدد التمريرات، من ناحيه الفرص اللي خلقها، لكنني احنا تكلمنا على الفوز لانه يعني فريق شبيبه الثوره صعب المرس داخل الديار خاصه في مدينه بشار، لانه يعني من العادات الفريق هي انه ما ينهزمش داخل الديار. لعبنا 60 دقيقه جيده، سوء التركيز والاخطاء الفرديه يعني كلفتنا 3 اهداف بدون ما ننقص من قيمه فريق الشباب بنجومه بلاعبينه الدوليين بلاعبينه الاجانب، نظن يعني حيكون عنده باع في هذا الموسم خاصه في الدوري السعودي.